بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اول منام معانا من حلاوه روح، بتقول قريبي راى في المنام انه بيعانق واحد يعرفه وهمس له في اذنه سامحني وما تحقدش عليا. قريبي كان في بينه وبين الواحد ده شويه مشاكل وقريب مطلق. شوفي اختي الكريمه، لما يشوف الانسان في المنام او يبقى في الحقيقه او في اليقظه انه في خلاف بينه وبين شخص معين، سواء كان الشخص ده صاحبه صديقه أخوه أو غير ذلك، وجاله في المنام بيتأسف له وبيعتذر له، يعني أن هذا الشخص قد أخطأ في حقه. الاعتذار اللي حصل من الشخص ده يعني أن الشخص المعتذر قد أخطأ في حق صاحب المنام. فبالتالي أختي الكريمة، المنام هنا يدل له تأويلين. التأويل الأول أن صاحبه أو قريبه قد أخطأ في حق صاحب الرؤية. التأويل الثاني أن ربنا سبحانه وتعالى سوف يصلح ذاته بينهما، وربما يأتيه معتذرا، ويعني هذا الشخص أو صاحب المنام يتقبل اعتذاره، والله أعلم. نجاح علي بتقول حلمت حدا جاء بيتزوجني وعنده بنت وولد، وعم حاول اقنع اختي انه تعب من زواجه الاول مستحيل يغدر بيه. عزباء، لو رأت العزباء في المنام ان في شخص مطلق او ارمل جاي عشان بيتقدم لها او عايز يتجوزها، فده بيعبر ان شيء هيتحقق ليها، ولكن هذا الشيء قد يعني ياتي بعد وقت من الزمن. ده التأويل الاول. التأويل الثاني، ربما يتحقق فعل أن الله سبحانه وتعالى يرزقها برجل أو يرزقها بشاب، لكن هذا الشاب يكون له ماضي. يعني إيه له ماضي؟ يعني ربما يكون قد فسخ خطوبته، ربما يكون خطب وفسخ خطوبته، أو ربما يكون مطلق، أو ربما يكون أرمل. فبالتالي المنام هنا يتحقق للعزباء إما تحقيق شيء يأتيها أو يتحقق لها، ولكن بعد فترة من الزمن أو بعد وقت، لأن الرجل هنا راجل أرمل أو راجل مطلق، يعني راجل له ماضي. فبالتالي هنا يعبر عن تحقيق الشيء ولكن بعد فترة من الزمن، على عكس ان لو جاء شاب مع شاب عازب لسه بيتقدم لها او يتقدم لاول مره ليها، فبالتالي ده بيعبر عن تحقيق امنيه ليها في الايام القريبه. التاويل الثاني ان ربنا سبحانه وتعالى ربما يحقق لها هذا الشيء بالفعل، قد تتزوج من رجل ارمل او رجل مطلق او شاب يكون فسخ خطوبته من قبل، والله اعلم. أميرة بشخصيتي بتقول ممكن تفسير صورة طفل يردد قل هو الله واحد، هي تقصد ان في رؤية طفل والطفل ده كان بيردد صورة الإخلاص او صورة قل هو الله واحد. زي ما قلنا قبل كده ان صورة الإخلاص في المنام تدل على تحقيق أماني، استجابة دعاء، او ذهاب خوف، او ذهاب ضيق، او شفاء من مرض. الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري عندما دخل مسجدا وسمع رجل يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فبالتالي سورة الإخلاص أو قل هو الله واحد في المنام دي فيها اسم الله الأعظم. لو أنت بتعاني من هم أو ضيق أو من مرض، ادعي باسم الله الأعظم. لو أنت في دراسة وحابة أن ربنا ينجحك وتتفوق في دراستك، ادعي باسم الله الأعظم. لو أنت متزوجة وفي مشاكل بينك وبين زوجك وخلافات بينك وبين زوجك، أو في تأخر في الحمل، أو بتعاني من مرض، أو بتعاني من هم أو ضيق، ادعي باسم الله الأعظم. كذلك أخي الكريم، لو أنت بتعاني من هم أو ضيق أو مشاكل في حياتك أو تعطيل في حياتك، عليك بالدعاء باسم الله الأعظم. سورة الإخلاص فيها اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، والله أعلم. أمي جنتي بتقول حلمت إني ماشية والدنيا بتمطر وأنا بقرأ آية الكرسي، يا ريت أعرف التفسير وجزاكم الله خير. السير تحت المطر بشرط ألا يكون السير حافيا، يعني لو شافت الفتاة العزباء أو المرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة أيا كانت حالتها إن هي بتمشي تحت المطر لكن لابسة الحذاء بتاعها، فده بيعبر عن خير. لكن المشي تحت المطر بدون حذاء أمر مكروه، أمر مكروه. فبالتالي أنت هنفترض إنك أنت كنت لابسة الحذاء، مشي تحت المطر ده بيعبر عن استجابة الدعاء وبشارة فيها خير وسعادة تأتيك، تمام؟ لأن الإنسان بيمشي تحت المطر دايما بيشعر بسعادة ودايما بيشعر براحة.
الرياح وسقوط المطر على جسم الانسان مستحيل او صعب جدا ان الانسان يحس في الواقع بضيق او يحس بألم او يحس بهم او حزن. الانسان دايما يحس بسعادة وفرح عند سقوط المطر. فبالتالي صورة سقوط المطر او السير تحت المطر بشرط ان زي ما قلنا ان يكون لابس حذاء. فده بيعبر عن بشارة او خبر سعيد يأتيه او استجابة الدعاء او تحقيق شيء او وصوله الى هدف. في شيء يتحقق لي او يصل الى هدفه وغايته. رقم 2 آية الكرسي. آية الكرسي في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحصن نفسه ويرقي نفسه بآية الكرسي. فبالتالي آية الكرسي في المنام تدل على نجاة من مس، نجاة من حسد، نجاة من سحر، الشفاء من مرض. والله أعلم. المنام الثاني معانا بتقول من راجية الرحمن، بتقول تفسير رؤية الخنزير ودمه. طيب خلينا نوضح رؤية الخنزير بالتفصيل او على حد يعني عشان بس وقت البث هنحاول نختصرها على قد ما نقدر. رؤية الخنزير لوحده، الخنزير لوحده فقط ده بيعبر عن عدو سيء. الخنزير لوحده فقط ده بيعبر عن عدو او انسان سيء الخلق. تمام. الاكل من لحم الخنزير يعني اكل مال حرام، اكل مال حرام او اكل فيه شبهة، اما شبهة من ربا او اما شبهة من حرام او انه يعني بيتاجر بمال من حرام او يكتسب ماله من حرام. تمام. طيب خلينا انت هنا ما وضحتيش اذا كنت عزباء ولا اذا كنت متزوج، ولكن رؤية الخنزير التفسير ده بينطبق على اي واحدة سواء كانت عزباء سواء كانت متزوجة ارملة مطلقة. رؤية الخنزير والدم ده سحر او مس. رؤية الخنزير ودم الخنزير ده بيعبر عن سحر او مس او حسد. تمام. لان السحرة الملعونين لا يعني في الغالب او في اكتر استخداماتهم استخدموا لحم الخنزير ودم الخنزير لعمل السحر والاعمال السحر. نسأل الله ان ينجينا واياكم. فبالتالي رؤية الخنزير ورؤية الدم ده بيعبر عن وجود حسد او وجود سحر او وجود مس. رؤية الخنزير والدم في المقابر او الخنزير ميت او الخنزير مذبوح ده ايضا بيعبر عن حسد او سحر او مس، وفي الغالب بيعبر عن سحر اسود والعياذ بالله. لان سحرة اليهود والمسيحيين واليونان والرومان وحتى السحرة اللي هم في الهند وفي بلد تانية مش متذكرها ده بيستخدم، وتركيا تمام وايضا المغرب الى حد ما يعني بيستخدموا الخنزير ولحمه ويدفنوا فيه السحر وياكلوا اللحم الخنزير اما لكلب او اما لسبع او اما لاسد من الحيوانات اللي هي اكله اللحوم حتى يصعب تماما حل هذا السحر والعياذ بالله. فنسال الله الشفاء ونسال الله النجاه من هذه الامور. فبالتالي اختي الكريمه لو بتعاني بالفعل من حسد او سحر او مس عليك بالرقيه الشرعيه والمداومه على الرقيه الشرعيه، واسالي دايما داومي على الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء. حتى لو مصابة بسحر أسود والعياذ بالله الدعاء أختي الكريمة ينجيك من كل أمر مكروه. الدعاء بيقين واستحضار النية وانك انت تكوني واثقة ان ربنا سبحانه وتعالى هينجيكي، فربنا ثقي تماما ان ربنا هينجيكي. الله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي انا عند ظن عبدي بي. فبالتالي لابد انك تحسن الظن بالله انه هينجيكي من هذه الامور. ونسأل الله السلامة والعافية. والله أعلم.